صحيت عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. في هذه الحلقه نبحث في التدخلات الخارجيه في الدول العربيه، خاصه الدول التي تشهد ازمات وحروب بشكل سافر. هذه التدخلات ربما يكون ظاهرها تدخل سياسي، ولكن باطنها تدخل أيضا يفضي في نهاية الأمر إلى تناحر بين الفرقاء وداخل الشعوب، ويؤدي في الكثير من الأحيان إلى حروب أهلية. نتساءل في هذه الحلقة أيضا، أي قوة إقليمية أو غربية تسمح لتدخلات خارجية لدعم معارضة ضد الأنظمة المختلفة بالسلاح؟ ونتساءل أيضا، هل هناك من الدول الغربية أو الإقليمية ما يسمح بدخول قواعد أو قطع عسكرية لمحاربة الإرهاب المزعوم فوق أراضيها؟ مستقبل الأمة العربية في ظل التدخلات الخارجية، وفي ضوء أيضا القمة العربية، قمة البحر الميت التي اختتمت أعمالها اليوم، هو موضوع هذه الحلقة من اتجاه شمالا. ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد. دائما ما نبدا ببعض الاخبار الاوروبيه. البرلمان الاسكتلندي دعم مقترح اجراء استفتاء ثاني على الاستقلال عن بريطانيا. صوت 69 نائبا بالبرلمان الاسكتلندي على مقترح الوزيرة الأولى نيكولاي ستيرجون بإجراء استفتاء جديد، وذلك قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. تقول ستيرجون أنه يتعين القيام بهذه الخطوة، وذلك للسماح لاسكتلندا باختيار الطريق الذي تريده، لكن الحكومة البريطانية أكدت أنها ستعيق إجراء أي استفتاء حتى تتم عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة الوزراء فريزا ماي، رئيسة الوزراء طبعا بريطانيا، إن الوقت غير مناسب لإجراء هكذا استفتاء. نبقى قليلا مع بريطانيا التي سلمت اختارا رسميا للاتحاد الأوروبي بشأن قرار مغادرتها للاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 44 عاما. سلم سفير بريطانيا في بروكسل سير تيم باور رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك تشير إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي بمقتضاها تبدأ بريطانيا رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. معنا من بروكسل الأستاذ محمد رضائي، من لندن أولا الأستاذ يسري حسين الكاتب السياسي. مساء الخير أستاذ يسري. ما الذي يحدث بعد تفعيل هذه المادة، المادة 50 من معاهدة لشبونة؟ يعني هو بس رسميا إجراءات اتصال واستراق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. بتلك الخطوة دفع لها أعضاء من حزب المعارضين، وتم الاستفتاء على هذا القرار في يونيو الماضي، وحكومة تريزا ماي يعني ملتزمة بهذا القرار، وقررت التفعيل الاتصال والطلاق عن الاتحاد الأوروبي بإجراءات ستستمر لمدة عامين حتى يتم فعلا صد الاشتباك بين الجزيرة البريطانية والمحيطها الأوروبي بعد فترة الجواز استمرت 44 عام. طيب استاذ يسري، هل تتمكن من بريطانيا، هل تتمكن التراجع في قرارها، خاصة بعد خروج بعض المظاهرات بشكل الحقيقة مفاجئ لنا جميعا، للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي حتى بعد أن عقد هذا الاستفتاء أو جرى هذا الاستفتاء للانفصال؟ طبعا في نسبة ليست هينة في بريطانيا معارضة لهذا الانفصال، لأنه فعلا يضر بريطانيا، ولعل الموقف الاسكتلندي يعبر عن تلك الازمه اذ تؤدب حكومه اسكتلندا بالدعوه لاستفتاء ثاني للخروج هي نفسها من الاتحاد البريطاني، لانها غير راغبه في البقاء مع اتحاد تسيطر عليه حكومه شبه يمنيه متطرفه هي حكومه المحافظين التي تفك ارتباطها بالاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي يوفر وظائف يوفر حيوية اقتصادية لبريطانيا، لكن هذا الفريق يعمل من سنوات طويلة لإجراء هذا
الانفصال عن اوروبا نتيجه سياسات كلها ضد امور كثيره اعترض عليها البريطانيون. اخر سؤال، لماذا ترفض اوروبا منح بريطانيا وضعا خاصا او وضعا مميزا اسوه بعلاقه مثلا بريطانيا بسويسرا بدول كثيره بتربطها بالاتحاد نوع معين من الشراكه وليست عضويه كامله؟ الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي قدم لبريطانيا تنازلات عديدة جدا، لكن كما قلت لك أن هناك اتجاه سياسي أو تيار سياسي داخل حزب المحافظين على وجه الخصوص هو يعمل منذ سنوات طويلة على تحريض للخروج من بريطانيا، وبعدين ظهر حزب جديد اسمه حزب الاستقلال زعامة نجم الخضار هو ده الذي قاد عملية الانفصال، وهذا الحزب الآن معبر عن طرحة غامرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبيعتبر ذلك يوم إقلال كامل بريطانيا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ يسري حسين الكاتب السياسي من لندن. أتحول الآن إلى موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة من الاتجاه شمالا، لأن القمة العربية تأتي هذا العام وسط عدد كبير جدا من الأزمات طبعا العربية والمشاكل العربية، وخاصة أنه كان في حضور كمان لجهات أو ممثلين عن جهات أجنبية. شهدنا اليوم حضور الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي الأمين العام للأمم المتحدة نائب وزير الخارجية الروسي، وكذلك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. سؤالنا الأول، هل استطاع المبعوثون الأمميون حل أو تحريك أي قضية من قضايانا العربية؟ سريعا سنستعرض معكم ثلاث أزمات عربية لم تنجح الأمم المتحدة بمبعوثيها في حلها أو حل حالتها حتى. نبدأ بالملف السوري منذ اندلاع الأزمة وأيضا الصراع في سوريا توافد عليها ثلاثة مبعوثون أمميون، بدأت بتعيين الغني كوفي أنان منذ فبراير 2012، طبعا هو الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة مبعوثا لسوريا أو السابق، وده كان في يناير زي ما قلنا في فبراير عفوا 2012. تقدم كوفي أنان بخطة سلام أو خطة تسوية لهذه الأزمة الدائرة في سوريا بتقضي بوقف لإطلاق النار بين جميع الأطراف، ولكنها طبعا باءت بالفشل عند تطبيقها على الأرض، وقام كوفي أنان بتقديم استقالته. طيب، في مايو 2012 تم تعيين الجزائري الأخضر لبراهيمي الذي كان يدفع باتجاه تشكيل حكومة انتقالية أو حكومة مؤقتة تضم جميع الأطياف أو شخصيات مختلفة من الحكومة السورية وأيضا المعارضة، ولكنه فشل أيضا، وذلك بسبب الانقسام على شكل الحل في سوريا. نبقى طبعا مع لسه الملف السوري، لانه اخر مبعوث اممي هو مستمر حتى الان هو ستيفان دي مستورا اللي تم تعيينه في عام 2014 خلفا للاخضر الابراهيمي، يستكمل المشوار حتى الان زي ما قلت، وانتهى اجمالي مشوار دي مستورا اربع ملفات: نظام الحكم، الدستور، الانتخابات، مكافحه الارهاب، والتي ما زال جميعها تحت التفاوض والنقاشات وايضا الاجتماعات الدوليه المختلفة. طيب، ننتقل إلى أزمة أخرى هي الأزمة الليبية. مع بداية الأزمة في ليبيا وخروج احتجاجات ضد نظام العقيد طبعا معمر القذافي، ده كان في فبراير 2011، تم تعيين الأردني عبد الإله الخطيب مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا. لم يحقق طبعا شيء مع استمرار الثورة الليبية وتحولها إلى ثورة مسلحة. صدر قرار من الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 بتشكيل بعثة لدعم جهود السلطات الانتقالية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الصراع، وتناوب على رئاستها الدبلوماسي البريطاني يان مارتن أولا زي ما قلنا في سبتمبر 2011، وفي سبتمبر 2012 تم تعيين اللبناني طارق متري خلفا ليان مارتن. مرورا للإسباني بعث من قبل الأمم المتحدة بعدها برناردينو ليون والذي استلم مهمته في سبتمبر من العام 2014.
مع زيادة شدة القتال بين الليبيين وعدم الاستقرار وطبعا التدخلات الخارجية المستمرة، فشل برناردينو ليون في مهمته وتم تعيين الألماني مارتن كوبيا حتى الآن، وما زال المشهد السياسي والأمني والاقتصادي معقدا للغاية. تحول إلى اليمن. اليمن أو في اليمن وبعد اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس علي عبد الله صالح، وده كان برضه في 2011، عين جمال بن عمر في ابريل 2011 مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في اليمن، ومن ثم رعى بن عمر حوارا سياسيا بين حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي والحوثيين، ولكنه طبعا فشل ودخلت البلاد في حرب أهلية، وقدم بن عمر في النهاية استقالته. في ابريل تم تعيين الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ في ابريل 2015، وهو مستمر في محاولة لحل هذه الأزمة، ورعى هو الآخر يعني عدد من الجولات والمفاوضات باءت كلها حتى الآن طبعا بالفشل. دي كانت نبذة سريعة عن أهم المبعوثين الأمميين اللي عملوا على حل، زي ما قلت ظاهريا، على حل قضايا عربية انتهت هذه الأزمات بفوضى عارمة وبحروب أهلية في بعض الأحيان. نتابع الآن هذا التقرير حول الحضور من قبل ممثلين عن المؤسسات الدولية للقمة العربية اللي اختتمت أعمالها اليوم في البحر الميت بالأردن. مع تفاقم الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية والتي تتماس بشكل مباشر مع أوروبا، وفي مقدمتها الأزمة السورية والليبية وما تمخض عنهما من أزمة اللاجئين غير المسبوقة التي اجتاحت الدول الغربية في السنوات الأخيرة، ظهرت ضرورة التعاون البناء والحوار الاستراتيجي بين الجانبين العربي والأوروبي. وقد تميزت الدورة العادية 28 للقمة العربية التي عقدت في الأردن بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية ووفود دول أجنبية، من بينهم الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. وفي كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، أعربت موغريني عن أمل أوروبا في المزيد من التعاون مع العالم العربي في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما يمر به العالم من إرهاب. كما أكدت المسؤولة الأوروبية أن دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمثل أولوية قصوى، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن حل الدولتين هو الطريقة الواقعية لإنهاء الصراع. وتطرقت موغريني إلى الأزمة السورية قائلة إن الاتحاد مستمر في دعم السوريين لتحقيق السلام فيما بينهم والمساعدة في دفع مفاوضات الأطراف السورية في جنيف، كما أكدت أن أوروبا ملتزمة بدعم جهود العراق في التخلص من الإرهاب. وأضافت موغريني أن التوصل إلى وفاق ليبي يعد مسؤولية الأطراف الليبية، لكن المجتمع الدولي يمكنه أن يساعد في ذلك، وهو ما تم من خلال تشكيل الآلية الرباعية لحل الأزمة والمشكلة من الجماعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتي عقدت في القاهرة منذ أيام. وكانت الفترة الماضية قد شهدت اجتماعات وزارية بين الجانبين العربي والأوروبي، بالإضافة إلى حضور بعض الشخصيات الأوروبية للقمم العربية والخليجية، وذلك في إطار التواصل أمام التحديات المشتركة وتطوير التعاون في القضايا التي تهم كل من أوروبا والدول العربية. مستقبل الأمة العربية في ظل التدخلات الخارجية نناقشها الآن مع ضيفنا الكريم الأستاذ خالد علي عبد الخالق الكاتب والباحث السياسي. أستاذ خالد مساء الخير وأهلا بحضرتك. ملامح التدخل، وخلينا نتكلم على أربع دول تحديدا، دول اللي احنا عرضنا على شاشتنا منذ قليل دور المبعوثين الأمميين اللي أرسلوا إليها، بنتكلم على سوريا، بنتكلم على ليبيا، وبنتكلم أيضا على اليمن. ما هي ملامح التدخل الأجنبي في هذه الدول؟ التدخل الأجنبي في الدول الأوروبية دايما أو الغربية بتنظر إلى الدول العربية بالذات بالتحديد في الفترة الأخيرة اللي أعقبت ما يعرف بالثورات الربيع العربي، بتنظر لها أنها أصبحت مصدر تهديد لأمنها القومي، وذلك لأن لوحظ في الفترة الأخيرة وعلى مدار 6 سنوات الماضية أن تنامي موجة الهجرة غير شرعية من تلك الدول أو من تلك المنطقة بالتحديد إلى الدول الأوروبية،
وده في حد ذاته شكل تهديدا، لانه بعد ذلك استتبعوا ظهور اللي هو الفكر المتطرف في تلك المجتمعات، نتج عنه تجنيد عدد من الافراد اللي قد يكونوا حتى مواطنين اوروبيين، تجنيدهم سواء بالطريقه المباشره او حتى بطريقه غير مباشره اللي هو التجنيد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وقام عمليات ارهابيه داخل تلك المجتمعات. ومن ثم فان البعد الامني هو الحاكم في نظره التدخل، هو الحاكم فقط استاذ خالد ولا هناك امور اخرى تحكم هذا التدخل زي مثلا النفوذ والمصالح الخاصه بهذه الدول في المنطقه؟ هو اولا نفوذ المصالح تلك الدول ده قائم وموجود حتى تاريخيا، يعني كان المعروف ان المملكه المتحده اللي هي كانت لا بريطانيا العظمى كان لها وجود ونفوذ كبير في منطقه الشرق الاوسط امتد لقرابه ما يقرب من 100 عام، وكان لها قواعد موجوده حتى في الخليج وموجوده في اليمن، وحتى الان لا تزال توجد بعض القواعد ووجود عسكري ملحوظ. سلطنه عبين على سبيل المثال لا يزال الوجود البريطاني بها ملحوظ وبشكل قوي، وجودها في اليمن. الفكرة ان الوجود والنفوذ موجود، هو اللي بيتغير هو فكرة عملية اللي هو ديناميات الصراع داخل تلك الدول. يعني كان في فترة من الفترات بعد ليه عمليات التحرر القومي لتلك الدول وخروجها من العباءة الاستعمار، كان يعني على الرغم ان تلك الدول الاوروبية او الدول الغربية رحلت عسكريا عن تلك الدول، الا انها ظلت لها هيمنة ووجود اقتصادي وامني، بحيث ان كان في ارتباط قوي جدا ووجود كبير قوي جدا مثلا مراكز امنيه داخل تلك الدول او داخل تلك العواصم، سواء في اليمن سواء في ليبيا سواء في سوريا حتى وغيرها من الدول. ففكره ان الدول ديت او ان الدول اللي بتمر حاليا بالازمات اللي هي اليمن سوريا ليبيا، كانت الدول الاوروبيه بتنظر لها في الاساس ان هي تشكل مصدر تهديد لامنها القومي. طب هبقى قليلا عند هذه النقطة، لأنه ينضم إلينا مباشرة من بروكسل العاصمة البلجيكية الأستاذ محمد رجائي بركات الخبير في العلاقات العربية الأوروبية. تحياتي لحضرتك أولا، وأبدأ معك بسؤال مختلف، متى تكف من وجهة نظرك ومتابعتك أو هل تكف الدول الغربية في دعم فصائل أو مجموعات تطلق عليها أنها مجموعات معارضة في دول عربية تدعمها بالسلاح أو على الأقل تسمح لعبور سلاحها عبر قنوات إقليمية؟ طبعا هو الاتحاد الاوروبي منذ البدايه دعمت الثوره السوريه وكانت تقدم وتشجع اعضاء الثوره السوريه والاطراف المعارضه لرئيس بشار الاسد. فمنذ البدايه كان هناك بشكل واضح هذا التأييد للمعارضه السوريه. فبالتالي الان الموقف دول الاتحاد الاوروبي حرج بهذا الخصوص. في البدايه كان هناك مطالبه واضحه وعلنيه بمغادره الرئيس بشار الاسد، وانه لن يكون هناك اي حل للسلمي للنزاع مع بقاء رئيس الاسد في الحكم. الى الان الا ان الان هناك تنازع بهذا الخصوص. من المعروف ان بعض دول الاتحاد الاوروبي دعمت المعارضه السوريه حتى بالاسلحه. فمن هنا يعني ياتي صعوبه التوصل الان الى اتفاق سلمي فيما يتعلق بسوريا. فيما يتعلق بالشرق الاوسط، دول الاتحاد الاوروبي على الرغم من ان السيد موغريني تكرر ان موقف الاتحاد الاوروبي مبني على حل الدولتين، ولكن الاتحاد الاوروبي عاجز عن اقدام اسرائيل على قبول حل الدولتين. وفي كل مره كان هناك محاولات للتاثير على الحكومة الإسرائيلية بهذا الاتجاه، هذه المحاولات كانت دائما وما زالت تمر بالفشل. فحتى مقاطعة على سبيل المثال المنتجات الإسرائيلية المنتجة داخل المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية الموجودة داخل الأراضي المحتلة، عندما حاول الاتحاد الأوروبي منعها ومنع تصديرها الى دول الاتحاد الاوروبي على اساس ان ذلك يخالف القوانين الدوليه، الا انه بالنهايه رفض واكتفى فقط بوضع اسم وعلامه على انها مصنوعه في المستعمرات الاسرائيليه.
وأن على المواطنين الأوروبيين اختيار عما يتكلموا وسيقاطعوا أم لا. فمن هنا نجد أن دول الاتحاد الأوروبي عاجزة على الضغط على إسرائيل باتجاه أي حل سلمي. نعم طيب، ولكن الموضوع المتعلق بمصادر السلاح وتجارة بيع السلاح عبر العالم، هل هي المبرر الرئيسي الذي سيظل معنا انه دائما يعني ستجد هذه الشركات او تبحث عن مواطئ قدم لها للترويج للسلاح وهذه التجارة؟ من وجهة نظرك هذا موضوع هام جدا، واشكرك على طرحه، لان دول الاتحاد الاوروبي تبنت في الواقع مدونة سلوك حول تصدير الأسلحة، وأنه يجب أن تتأكد، يعني باختصار يجب أن تتأكد من هذه الأسلحة لن تقع في أيدي أشخاص يقوموا بأعمال إرهابية ولا يحترموا حقوق الإنسان والقوانين الدولية. إلا أن العكس يحصل الآن، فبالتالي الأسباب الاقتصادية، على سبيل المثال في بلجيكا مصانع الأسلحة الموجودة في المنطقة الناطقة بالفرنسية تقوم ببيع الأسلحة إلى العديد من الدول العربية. وعلى الرغم من مطالبة الرأي العام بعدم بيع تلك الأسلحة، إلا أنها لأسباب اقتصادية تقوم يعني تستمر في بيع الأسلحة. هناك خوف من البطالة وإقالة آلاف العمال الذين يعملون في مصانع الأسلحة في بلجيكا، ولهذا السبب طبعا بقية دول الاتحاد الأوروبي تفهم نفس الشيء، هم يبحثوا أولا وأخيرا عن مصالحهم الاقتصادية وتبقى القيم وحقوق الإنسان وإلى آخره. عندما تمس هذه المواضيع مصالح الدول الأوروبية فإنها تتخلى عنها. طيب ابقى معنا سيد محمد، السؤال الآخر أضعه أمامك حول الموضوع المتعلق بالقوى الإقليمية، يعني دائما الدول الغربية عندما تبحث عن نفوذ جديد أو حتى توسيع في النفوذ القديم تبحث أيضا عن قنوات اتصال بينها وبين دول إقليمية مختلفة زي تركيا على سبيل المثال، عبر أراضيها وعبر مطاراتها تقوم بتدخل عسكري في دول كثيرة تشهد أزمات في المنطقة. هذه العلاقة إلى أي مدى هي فعلا تساعد دخول هؤلاء إلى الدول العربية أو تدخلهم في الدول العربية؟ هو في البداية أولا موضوع التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية أو في الشأن العربي يعني ظهر جليا في الفترات الأخيرة، اللي هي الفترات اللي أعقبت ما عرف سياسيا باسم مرحلة المد القومي العربي. يعني كان المعروف أن خلال فترة الخمسينات والستينات كان النظام العربي كان لديه من القوة بحيث يستطيع أن يتصدى لكافة التدخلات الدولية والإقليمية. حتى من المعروف تاريخيا أن كان هناك عدد كبير من الإدارات الأمريكية حاولت النفوذ إلى أو السيطرة أو إدماج المنظومة أو النظام العربي في نظام إقليمي أكبر عرف باسم نظام الشرق الأوسط، إلا أن كان التحدي العربي وجود إرادة عربية أو وجود قوة عربية وقتها كانت اللي مسيطرة على المشهد، كانت تتمثل في مصر كطرف أو كدولة عربية لها القوة، كان لديها مشروع قومي، كان لديها زعيم له شخصية تاريخية استطاع أن يقود النظام العربي وأن يتصدى لكافة المحاولات الدولية، القوة الدولية والقوة الغربية اللي كان هدفها السيطرة على الدول العربية من خلال النفوذ عبر البوابات الإقليمية. يعني كان طرح في العام 1951 معروف بمشروع قوات الشرق الأوسط. في العام 1955 كان هناك حلف يسمى هو حلف بغداد أو الحلف الإسلامي اللي كان بيضم فيه العراق وتركيا وإيران وباكستان، إلا أن كانت سياسة عبد الناصر وقتها أو سياسة مصر وقتها كانت هي ضد فكرة الأحلاف أو ضد فكرة إزادة الكيان العربي أو المنظومة العربية في منظومة أوسع اللي هي المنظومة الشرق أوسطية. فكان في تحدي عربي، كان في نظام عربي وقتها عرف سياسيا باسم المد القومي العربي. لكن الملاحظ أن في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 وفترة الثمانينات والتسعينات حصل نوع من تراجع لفكرة المد القومي العربي وانحصاره، وده كان نتيجة حتمية لأن الدور المصري وقتها حصل ليه نوع من التراجع
فبطبيعة الحال انعكس بالسلب على الدور القوي او الدور الاكبر للمنظومة العربية كلها بصورة كاملة، بحيث ان احنا حتى لم نجد دولة عربية استطاعت ان تقود المنظومة العربية عندما خرجت مصر او عندما اخرجت مصر من الجامعة العربية في عقب طبيعة اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل. وظل هذا الامر قائما حتى الى ان عادت مصر الى الجامعة العربية في العام 89-90. ده كل ذلك القى بظلال على ان ادى مساحة ولعدد من الدول الاقليمية للسيطرة والهيمنة على الدول العربية، كان في مقدمتها تركيا ثم ايران واسرائيل. استطاعت تلك الدول ان تكون لها اليد الطولة في عدد كبير من ازمات المنطقة، بل ان هي ريادة سلبية. يعني هو الملاحظ انها ريادة سلبية، يعني عندما كانت مصر هي تتصدر او هي في مقام الصدارة للقضايا القومية وإلى آخره في وقت أو في عصر من العصور، الآن عندما أرادت بعض الدول الأخرى أن تحل محلها ويكون لها ذات النفوذ داخل الدول، استخدمت هذا النفوذ نفوذا سيئا أو نفوذا سلبيا. أنا بتفق مع حضرتك في النقطة دي، لكن المشكلة الأساسية أن كان في من جانب أو من داخل المنظومة العربية أو النظام العربي عدد للأسف عدد كبير من الدول العربية أراد أن يتعاون مع الأطراف الإقليمية على حساب تعاونه مع مثلا الدولة المصرية. حتى احنا لاحظنا إن في تحالفات ومعاهدات واتفاقيات كتير وقعت مثلا ما بين عدد من الدول الخليجية مثلا كقطر أو كالسعودية بينها وبين تركيا. في تحالفات قد تكون تحالفات يعني غير يعني غير رسمية لكنها غير معلنة لكنها على حدود مثلا كسلطنة عمان وإيران. يعني عندما نجد أن المنظومة الخارجية كلها تقف ضد إيران فيما بينما نجد إيران تقف نجد سلطنة عمان تقف إلى لحد ما جانب محايد ومخالف لفكرة المنظومة الخارجية. ده أنا عايز أقوله أن تنامي الدور الإقليمي أو تنامي عدد من الدول من دول الاقليم تنامي دورها وتدخلها في المشكلات العربيه، ده كان نتيجه حتميه، نتيجه لتراجع الدور العربي ونتيجه لتقزمه في فتره من الفترات. المشكله الاساسيه ان الدول الكبرى او الدول العالميه كالولايات المتحده الامريكيه او روسيا عندما تريد عمليه ضغط او نوع من تحجيم المنطقه العربيه وتحجيم عدد كبير من الدول منها بتلجا دائما الى تحالفات او تعاون مع تلك الدول الاقليميه من اجل احداث يعني ما يعرف سياسيا او عسكريا بيبقى ايه فكاهي الكماشه. هو بيتم اللي هو او يعني تتدخل عن طريق دول او بستار دول اخرى. خلينا ارجع تاني استاذ محمد واتحول قليلا الى الامم المتحده ومبعوثيها. كم من مبعوث اممي، كم من مبعوث دولي استاذ محمد ارسل الى بؤر صراع في المنطقه ولم يحقق شيء، بل البعض يرى في ادوار بعضهم ايضا ادوارا اخرى خفيه تؤدي الصراع او تزيد من مظاهر لحروب اهلية داخل هذه الدول. تعليقك فيما يتعلق بالمبعوثين الامميين، يعني وجدنا ان العديد من المبعوثين الذين ذهبوا من اجل محاولة ايجاد حل الازمة في ليبيا لم ينجحوا، والاطراف الليبية بعض الاطراف اتهمتهم بانهم منحازون وانهم ايضا يقوم بتنفيذ سياسات ومخططات بعض الدول. فيما يتعلق بسوريا ايضا، يعني هل بإمكان مبعوث أممي أن يجد حل لنزاع شديد بين أطراف عندما يصل الموضوع إلى الحروب وآلاف القتلى والجرحى، عندما يصل فبالتالي يكون من الصعب إيجاد حل من الخارج، يجب أن يكون دائما هذا الحل داخلي. وطبعا بالأمم المتحدة هناك مناخ صورة في حال محاولة إحراج أحد المبعوثين أو أحد العميد في الأمم المتحدة أداء تقرير يدين مصالح دولة مؤيدة أو تحصل على تأييد الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هناك تحصل ضغوط مضغوط وتهديدات بعدم الاستمرار في تمويل مؤسسات الأمم المتحدة إلى آخره. فمما يعني يأتي الدولة غير المسجن للمبعوثي الأمم المتحدة في هذه الأزمات.
وأخذ دليل كان عندما عدد إحدى مؤسسات الأمم المتحدة تقريرا حول إسرائيل، وأدى هذا إلى استقالة السيدة ريما خلف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على الأمم المتحدة وقامت بسحب التقرير. فمن هنا نرى أن يعني إذا لم تكن حلول داخلية وعربية عربية ف طيب كيف تكون من وجهة نظرك الحلول الداخلية إذا كان هناك دول غربية تدعم فصائل أو جهات داخل الدولة بالسلاح بكل أشكال السلاح ونوعيات السلاح أيضا؟ يعني إذا العالم الغربي أو القوى الكبرى لا تدع مجالا لأي تفاهمات داخلية، بل أن البعض يذهب في آرائه أنه اندلاع الأزمة نفسها في أي دولة، طبعا مع اختلاف طبيعة الأزمة في كل دولة من الدول العربية، يكون أساسها أو وراءها قوة غربية أو إقليمية. هذا ناتج عن غياب الوعي السياسي في دولنا مع الأسف. الأطراف المتنازعة دائما تلجأ إلى استخدام القوة، وحتى في حال حصول انتخابات عندما يفوز حزب ولو كان ذلك بنسبة 50% أو 51% فإنه يحاول إقصاء الآخرين من الأحزاب الأخرى والأطراف الأخرى ويحكم لوحده، بينما في العديد من دول العالم الديمقراطية نجد أن هناك ائتلافات حزبية تقوم بالحكم وتداول الحكم إلى آخره. فهذا ناتج عن غياب الوعي بهذا الخصوص، غياب الوعي السياسي الكثير. يعني أنا مثلا أراقب من بروكسل وأشارك في مراكز دراسات أجنبية فيما يتعلق بأزماتنا في الشرق الأوسط والربيع العربي. أعتقد لو شعر الأطراف وشعرت الأطراف المتنازعة بما يدور هنا في تلك المراكز الدراسات وأن ما يجري ما هو إلا لمصلحة أطراف خارجية ربما تصرفت توقف عن الحروب التي والمشاكل المبتلعة في بلادنا. أتفق معك. فهذا يعني في أحد الأيام، وهذا كان وزير خارجية بلجيكا الأسبق خلال مؤتمر تم نقاش، قال فيه أن المشكلة بالفرق بيننا وبينكم، يتحدثوا عن الأوروبيين بصفة أوروبي، أننا عندما نفوز بانتخابات لا نقصي الأطراف الأخرى، وأننا نعامل المواطن كمواطن مهما كان دينه وانتمائه السياسي أصله العرقي إلى آخره، بينما في دول العالم الثالث مع الأسف هذه العقلية وهذا النموذج من التعامل واعتبار الفرد كفرد مهما كان انتماءاته السياسية غير موجود مع الأسف. نعم، يعني هي وجهة نظره طبعا، برغم أنه ده يعني لا يمكن أن يعمم على كافة البلدان، لكن أنا أشكرك في نهاية الأمر الأستاذ محمد رجائي الخبير، محمد رجائي بركات الخبير في العلاقات العربية الأوروبية، حدثتنا مباشرة من بروكسل العاصمة البلجيكية. شكرا جزيلا لك يا فندم. فيما يلي هذا الفاصل أهم قرارات القمة العربية التي اختتمت عملها اليوم في البحر الميت بالأردن. We'll be right back.
طيب استاذ خالد، اذا يعني النقطه الفيصليه هي البعد الحالي عن القوميه العربيه او الامن العربي في ظل تحالفات ثنائيه مختلفه بين الدول الباقيه التي لم تشهد صراعات كدول اخرى. او المشكله الاساسيه ان الدول الحاليه حتى اللي صح التعبير ان هي قدرت ان هي تخرج من حالة السيولة السياسية والأمنية اللي بتشهدها الدول، عدد كبير من الدول العربية. المشكلة الأساسية ان تلك الدول الآن اصبحت يعني كان في فترة من الفترات كانت تهديد على الحدود، لكن للأسف في الوقت الحالي اصبح تهديد على الحدود. حتى احنا سمعنا كتير او شفنا في بعض الوثائق تم نشرها وتسريبها بخصوص اللي هو اعادة الهيكلة واعادة خريطة الدول العربية، عدد كبير من الدول العربية، اعادة تركيب الدول الشرق الاوسط كلها. يعني لاحظنا ان في دول كبيره مقسمه او معرضه انها تتقسم لثلاث او اربع دولات وما الى ذلك وغيرها. حتى الدول الصغيره معرضه لها لفكره التفتت نفسها او القوقعه نفسها. يعني الفكره الاساسيه ان الدول كلها اصبحت مهدده او الدول العربيه كلها اصبحت مهدده. الدوله اللي بيحصل فيها يا استاذ خالد الازمه او بيدور فيها الصراع ضعيفه هشه رخوه لا تستطيع ان تواجه هكذا مخطط للتقسيم، والقوى الغربيه او القوى الخارجيه هي من تسعى وتبقى على السعي في التقسيم. الدول العربيه هو للاسف في يعني لا يوجد نهج مشترك يجمع الدول العربيه ازاء تعاملاتها مع كافه القوى الدوليه والقوى الاقليميه. يعني نجد ان في مثلا دول الخليج ليها رؤيه بشان تعاملها مع تركيا ونرى فيها الحليف الاكبر الذي يتم الارتكان اليه. لكن هناك عدد كبير او يمكن دوله رئيسيه ومحوريه كالمملكه العربيه السعوديه سعت الى توثيق وتوطيد علاقاتها مع تركيا اكثر من توطيد علاقاتها مع مصر، خاصه فيما يتعلق بالمجالات الامنيه والمجالات العسكريه. ويعني حتى الازمه السوريه خير شاهد على ذلك، مدى التقارب والانسجام التركي السعودي ضد الرؤيه المصريه بشان الازمه في سوريا. فده يعني بيكشف عن اللي هي فكره اللي هو تباين في الرؤى، تباين في الايرادات. يعني كل دولة أصبحت بتبحث عن رؤية خاصة بيها، أصبحت بتبحث عن منظومة أمنية خاصة بيها. حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه يعني في فترة ترشحه للانتخابات يعني طرح فكرة أو يعني تعتبر امتداد للأفكار اللي طرحتها الإدارات الأمريكية في السابق، سواء في الخمسينات أو في الستينات أو حتى في التسعينات في أعقاب توقيع اتفاقيات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين اللي هي اتفاقيات أوسلو في عام 1993. لقينا إن الرئيس الأمريكي بيطرح فكرة اللي هو ما يسمى بناتو عربي، اللي هو ده مضمونه أو مفهومه اللي هو إدماج الدول الإقليمية وبخاصة الدول السنية كتركيا وباكستان ضمن المنظومه العربيه. لكن في مشكله اساسيه او معضله اساسيه الدول العربيه عسكريا بقى، اذا كان عسكري عربي يبقى بنتكلم عسكريا، بنتكلم من المنظور العسكري والامني. لكن المعضله الاساسيه وللاسف الدول الخارجيه بالتحديد يمكن قد تكون يعني بتتناساها او لا تضعها موضع اعتبار، اللي هو فكره ادماجك في او ادماج المنطقه في تحالفات مع دول غير عربيه. يعني حتى الدول العربيه طب لما الفكره لما غلب عندما ظهرت الفكره المتعلقه بانه يكون في جيش عربي موحد باي شكل من الاشكال، برضه هذه الفكره لم ترى الرواج المناسب لتنفيذها. ما هو ده اللي بيرجعني لنفس النقطه الاساسيه اللي اتكلمنا عنها، اللي هي فتره وجود قياده عربيه او قوه عربيه ليها تكون ليها رياده طويله ان هي تستطيع ان تفرض رؤيتها. ده كان موجود او كان متوفر لدى مصر في فتره الخمسينات والستينات. مصر حاليا بتحاول ان تعيد او ان ترجع الى تلك الفتره. بس المشكله ان في يعني زي يعني الجميع زي يعني بيلاحظ ان في عدد من المعوقات او عدد من الظروف حاليا لا تساعد مصر على القيام بهذا الدور. ومن ثم فهي تكون بحاجه الظروف الاقتصاديه، الظروف السياسيه اللي حاليا اللي بتحيط بالدول العربيه. يعني عندما دعا الرئيس جلال عبد الناصر في عام 1964 الى اجتماع قمه عربي من اجل مواجهه مشروع اسرائيل بتحويل مجرى نهر الاردن، اجتمع القاده العرب على الفور واصدروا قرارات كانت في غايه الاهميه، منها توحيد او تشكيل قياده عربيه مشتركه لمواجهه هذا التحدي. عندما ارادت مصر ان يكون هناك من يمثل الشعب الفلسطيني تمثيلا رسميا في المنظمات الدوليه، تم اتخاذ السيد احمد الشقير ليكون
هو الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وكلفته بان يقوم بجمع الشتات او جمع المنظمات الفلسطينيه تحت المظله واحده اللي هي منظمه الفلسطينيه. يعني انا بتكلم التحرير الفلسطينية. انا بتكلم عن فكره اللي هو الدور الريادي. الدور الريادي موجود وعند مصر لديها المقومات والامكانيات، لكن المشكله الاساسيه ان كان في فتره من الفترات كان الاشقاء العرب لحد ما بيكون في نوع من الاستجابه للدعوه المصريه، بيكون في لحد ما ادراك لحجم التهديد والتحديات اللي بتواجه تلك الدول. فكان في الان الوضع اختلف طبعا، الوضع اختلف. حتى اذكر حضرتك جيدا ان مصر عندنا دعت لتشكيل قوى عربيه في قمه شرم الشيخ. للاسف الدوله الوحيده او يعني في اعتراضات، لكن كان الاعتراض الرئيس واللي سبب عرقله تلك القوه كان هو اعتراض المملكه العربيه السعوديه. وبعد ذلك سمعنا عن تحالفات عربيه مع دول العرب في قمه، هي كانت في قمه بيروت لما خرج عنها، كان في 2004 لما خرج عنها المبادره العربيه للسلام، كانت 2002 يمكن ده كان يعني القرار الاخير اللي حظى بالاجماع، القرار يعني مش التوصيه. حتى الان حتى يمكن لو تلاحظ حتى قرار اليوم الخاص بالقضيه الفلسطينيه بيستند ويرتكن الى قرار قمه بيروت 2002 اللي هو الخاص بمبادره السلام العربيه. ايوه، هو المشكله الاساسيه ان احنا لاحظنا في الفتره الاخيره ان في بعض التوجهات لدى عدد كبير من الدول العربيه اللي هو استبدال تحالفاتها مع الدول العربيه او تشكيل محاور عربيه بدول اقليميه اخرى. نعم صحيح، اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ خالد علي عبد الخالق الكاتب والباحث السياسي، شرفتنا يا فندم جدا. شكرا، اشكر لكم متابعه هذه الحلقه من اتجاه الشمال، والتقي بكم الاسبوع القادم في ذات الموعد. الى اللقاء.